السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحديث الصحيح هو مصطلح من مصطلحات علم الحديث، وقد يقصد به المتواتر والصحيح لذاته والصحيح لغيره والحديث الحسن. قال ابن حجر العسقلاني: واعلم أن أكثر أهل الحديث لا يفردون الحسن من الصحيح، وقد يقصد به الصحيح لذاته والصحيح لغيره فقط، وهذا ما سوف نعرج عليه لاحقا إن شاء الله تبارك وتعالى، حتى تكون المعلومة مركزة وصغيرة حتى يسهل فهمها وحفظها إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.